النهارده عندنا شقه 3 غرف وصاله داخل مبنى مستقل، بيجي معاها 3 حمامات. الشقه مساحتها 160 متر مربع، دي مساحه اجماليه. الشقه كلها بتيجي على طابق واحد. خلينا ابدا من عند مدخل الشقه. عندي هنا ده المدخل، طبعا عندي اسانسير، ده الاسانسير على الشقه على طول. انا اول ما بدخل بيجي عندي غرفه ماستر، حمام مشترك وحمام ضيوف. بيجي هنا دي مساحة الغرفة الماستر، بيجي فيها الحمام الخاص بيها، نيجي بعد كده عندي هنا زي ما قلتلكوا الحمام مشترك يخدم الغرفتين التانيين. عندي مكان لغسالة الملابس. عندي هنا ده حمام صغير، حمام ضيوف. بعد كده بيجي عندي دي غرفة نوم فيها بلكونة من جهة الخلف، نشوفها. دي بلكونة من جهة الخلف، ده كده خاص بالمجمع. نيجي بعد كده عندي هنا دي الصالة. الصالة مساحتها كويسة، فيها بلكونة. عندي دي كده مساحة البلكونة، مساحتها كويسة برضو. بعد كده بيجي عندي هنا ده مطبخ، مساحته برضو كويسة، مساحة المطبخ. ده شكل الدولاب. بعد كده بيجي عندي الغرفة رقم 3 والأخيرة في الشقة. هسيب لكم التفاصيل كاملة في صندوق وصف الفيديو.